خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية أغضب الشارع المصري، معللين أن سبب الهزيمة هو تخاذل اللاعبين في مباراة مصر وجنوب إفريقيا التي انتهت بهزيمة المنتخب 1-0 وخروجه من البطولة في الدور 16. والله أنا شايف أن ما فيش أداء أصلا من اللعيبة من بداية البطولة، وامبارح يعني اخر مباراه، المباراه اللي احنا طلعنا فيها ما فيش اداء خالص، يعني لا نستحق ان احنا ناخد البطوله. السبب الاول اتحاد الكوره، ثاني سبب لعيبه كان متخاذله والاعلام، يعني حاجات كتير. لعيبه متخاذله بشكل كبير، في لعيبه كتير مش قادره تلعب او مش قادره تأدي اللي عليها بشكل كويس، لكن واتحاد الكوره اكيد ليه قرارات خاطئه برضو، يعني منها التنظيم برضو ما كانش قوي، اكيد مش عارف برضو يعني هل معسكر الفريق كان منظم ولا فندق الاقامه كان شكله عامل ازاي. المفروض ان الكوره ديت لعبه جماعيه، بس انا حسيت ان هم بيلعبوا فردي في الاستاد، غير كده عشان بسبب خروج نيني في عندك صانع العاب اصلا يعني مش مركزه، في عندك مثلا واحد مثلا بيلعب في خط النص مش قاعد سنه بقاله دكه اصلا. سبب الخساره كان الاعتماد كله على محمد صلاح وتريزيجيه، يعني كان مفيش باقي اللعيبه ما كانتش مشاركه، يعني ده سبب الخساره بصراحه من وجهه نظري. خروج منتخب مصر عجل من استقاله هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري الذي اقال المدير الفني وباقي جهاز الفني بسبب التقصير في البطوله الافريقيه. والله انا شايفه ان اتحاد الكره اصلا ذات نفسه دايما مقصر، يعني ما كانش ده على وضع الكافي او ان هو كان ملم بشكل كافي دايما بالاختيارات، دايما نعتمد ان احنا نجيب مدربين من بره، ليه ما بنبصش مثلا ممكن يكون مدرب محلي يقدر ان هو يحقق لنا بطولات، بعد ما جبنا مدرب من بره ايه اللي عمله؟ يعني ما هو صلاح برده وجوده جوه الماتش مش هيكون كافي. الاداره بتشتغل بشكل غير منظم، هم لو اعتمدوا على المدرب المصري كان هينجحوا زي ما احنا ما حققناش نجاحات غير عن طريق المنتخب المدرب المصري. المدرب المصري في ايام حسن شحاته كسبنا 3 دورات أفريقية ورا بعض. اتحاد الكره هو السبب. دعوات ومطالبات من الشارع المصري بتعديل منظومة كرة القدم المصرية وتشكيل فريق متكامل يعتمد على بعضه البعض وليس على شخص واحد لكي يستطيع منتخب مصر حصد البطولات القادمة.